نعم يا سيدي، أعتقد أنه هذه المبادرة تأتي في إطار مساعي الدولة الأردنية لحل الأزمة السورية، وبالتالي هذه المبادرة إلى الآن لم يتم إطلاقها بشكل رسمي، بمعنى أنه صرح وزير الخارجية الأردني أن هذه المبادرة يتم التنسيق مع الدول العربية المعنية سواء دول الخليج أو في مصر من أجل وضع هذه الدول في طبيعة المبادرة الأردنية، وبالتالي هذه المبادرة تعتمد على أن يكون الحل بالأزمة السورية حلا عربيا عربيا، بمعنى أن تكون الحل من خلال الدول العربية، وبالتالي هذه المبادرة إلى الآن لم يتم إطلاقها بشكل رسمي، ولكن سيتم إطلاقها بعد التوافق مع الدول العربية على مجمل هذه المبادرة. دكتور وليد، إلى أي مدى يستطيع الأردن بحكم علاقاته الجيدة مع الدول تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة حول الأزمة السورية؟ نعم سيدي، يعني أعتقد بداية الأردن يعني مهتمة أكثر من الدول العربية الأخرى لحل الأزمة السورية بحكم القرب الجغرافي الكبير ما بين الأردن وسوريا، هذا الشيء الأول. الشيء الآخر، الأردن أكثر الدول العربية تضررا من استمرار الأزمة السورية، والتي وصلت يعني الآن نتكلم عن دخلت في العام 13، الأردن تضررت اقتصاديا وأمنيا وإنسانيا بشكل كبير جدا، وبالتالي انطلاق الأردن أو توجهاتها لحل الأزمة السورية من خلال الدول العربية والإقليمية والدولية يأتي من باب أنه الأردن يعني مدركة حقيقة لحجم المعاناة للشعب السوري، وهذه المعاناة على الرغم من كل المبادرات وكل اللقاءات الإقليمية والدولية لم تستطع كلها أن تقوم بحل الأزمة السورية. الأردن وسطي يا سيدي فيما يتعلق بتعامل مع الأزمة السورية، بمعنى منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 إلى الآن الأردن لم تقطع علاقاتها مع الدولة السورية، بقيت العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتنسيق الأمني واضح جدا، وبالتالي الأردن يبني على هذه الشبكة من العلاقات سواء مع النظام السوري أو مع الحكومة السورية أو مع الدول الإقليمية أو الأمم المتحدة، والتي تدرك أن الأردن ليس لها مصالح خاصة حقيقة ولم تتورط بالأزمة السورية بشكل مباشر، بالتالي هي تعتبر وسيط نزيه لتقديم مثل هذه المبادرات. دكتور وليد، مؤخرا ظهر على الساحة الاتفاق السعودي الإيراني والذي يتوقع المراقبون أن تكون له نتائج إيجابية على الساحة العربية بالعموم، المبادرة الأردنية هل هي بمعزل عن هذا الاتفاق أم مكملة له؟ لا شك يا سيدي هي ضمن هذا الاتفاق، لأنه عندما يعني نتكلم عن زيارة بيدرسون إلى الأردن هي جاءت بعد زيارته إلى السعودية، نعم. وبالتالي يعني زيارة المبعوث الأمم المتحدة إلى السعودية لم تأتي من فراغ، هو زارها بعد أن تم الاتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، وبالتالي تدرك الدول العربية ومنها الأردن أن هذا الاتفاق سيكون له وقع إيجابي لحل الأزمة السورية من خلال الضغط على إيران للحد من العمليات أو دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في سوريا، أو حتى يعني حقيقة محاولة مد أي جماعات أخرى يمكن أن تطيل أمد هذا النزاع، وبالتالي الاتفاق السعودي الإيراني أعتقد أنه يصب بشكل كبير جدا في لمصلحة حل الأزمة السورية حلا سياسيا. شكرا جزيلا الدكتور وليد العويمر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان.